عند إعلان استقلال جمهورية تشاد لم تكن الإذاعة الوطنية سوى محطة تبث عبرها إذاعة مستعمرات فرنسا بإفريقيا الاستوائية المتواجدة بالعاصمة الكونغولية برازافيل. وفي عام 1963 بعد توقيع اتفاقية بين تشاد وفرنسا أصبح لتشاد إذاعة وطنية لها إدارة مستقلة، ويقوم مديرها بأخذ إذن من وزير الأخبار قبل بث أي مادة أو رسالة إعلامية، كما أن مدير الإذاعة ومقدمي البرامج أغلبهم من الأجانب ومنهم فرنسيين. أول بالأول الإذاعة ذاتك هي قاعدة موجودة في سنة خمسينات في البوست الكبير هنا انجمينا، وقت داك دا ناس شغالين فوق نترو لكو اسم واحد ماما ساري مونغو، دول كان قاعدين بزوي هناك، وبعد دا خلاص الإذاعة جابوها هني. دا يعني مصادف مع الاستقلال هنا تشاد سنة عام 60، ونفتكر يمكن كمان نسيت يعني 62 دا البيت دا كان بقي خلاص جاهزة، وأول مدير هنا الإذاعة دا هو جنسيته كاميروني اسمه بيير مابي. بيير مابي كان اشتغل هو بس كان أول مدير هنا الإذاعة. بعد ده كان بيير أوسمان توالي ده الشادي وبدل له، وبعدين عندنا كذلك المدير هنا التكنيك ده اسمه إدريس محمد أمان، وهو مهندس وكل أشياء كثيرة. هو بس يعني قال حتى في المواد هنا الإذاعة ده جاي منه ده. نقول لكم مش ده. بعدين بالنسبة للوزراء القاعدين كان وقت في الفترة ده، نقدر نذكركم يمكن بابا حسن وأشر ترقودي وعبد الرحمن حجار وكذلك أحمد النديف، دول من الستينات للسبعينات. أنا كوميونيكاسيون، أنا الأخبار. وقت ده كان كوميونيكاسيون ما في الأخبار بس، وزير أنا الأخبار. بعدين أنت بديت كيف هنا في الراديو تشاد؟ جيت كيف؟ أنا بديت في سنة 1965. 65 وقت ده جينا هنا في من تركنا الامتحان علينا كان 115، جينا وسوينا الامتحان من وقت داك من ليسي، سوينا الامتحان وخلاص شالوا مننا 15 وادين وضعونا، وادين مشوا في تكنيك زي مرحوم آدم بوكر و مثلا ماينا توكا، دول المشوا في تكنيك، ووادين مشي لأنا مشيت في النشرة جورنال بارلي، ووادين ودوم في البرنامج كذلك، وخلاص قاعدين تو نشتغلوا. الماسكين المسؤولية وقت داك في رئيس التحرير هنا الإزادة كان هو سموه بنسون، هو فرنساوي، وقاعدين نشتغلوا معه. الماسك البرنامج ذاته كيف فرنساوي اسمه جي فولي، إلا المدير هنا التكنيك ده إدريس محمد أمان. فهني شافوا كي يعني عنينا عددنا قليل، بس بعد من الكوادر هنا الإذاعة قاعدين في تدريب سواء في فرنسا سواء في بلجيكا أو في ألمانيا، قاعدين نستنهم هم كلهم. بعدين رجعوا جون لجينا أصلا نذكركم ذكر اسم أنا الأخوان دول ده. فقلت هني
في الديركسيون هنا التكنيك ده كان فوق مثلا جنيد محمد امان قلت وهيني ماينا توكا ادي ابراهيم كومباس هسه موجود هسه حاليا قايد وادم بوكر مرحوم واشيل داجينجار رافائيل دول ودول ده القديم ماينو جي دول يعني قبل يشتغلوا في الهوكو المرحوم بيشتغلوا في الـ في التكنيك يمكن وادين نسيتهم كلهم ممكن سي بوسيبل وهني عندنا في البرنامج ده المدير جي فولي وقلنا مكايلا يا ماركي وقلقو يوسف جرما قايت وبول باردي وده كان مات وسالومي دينرا موجودة قاعدة كان بقيت نائبة في البرلمان وكذلك نقول له شنو السيمة فاطمة عندنا مثلا فاطمة السيمة فاطمة قاعدة تخدم في بوليتيك وقت ذاك ماسك البوليتيك ولا هني ماري تيريس فاطمة ماري تيريس تعرفوها كان قلت أمضى أنا 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 جمينا وهني عندنا كذلك من البصور نشاطات في في البرنامج عندنا ديكي بلغار باسوندا عندنا مثلا بعد دا يعني في السبعينات بيتيفو نماسيري دول جو بعد جو 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 بعدنا مكلاون دي لهم دول ذاك الاسماء المعروفين الناس المعروفين هناك اوين ذا كان في سالومي دنرام ده ماشي لك قسم بقسم داس انا قاعدين في قسم انا برنامج بفرنسي وهيني فعلا عندنا كذلك في القسم هنا جورنال بارلي جورنال بارلي عندنا فوزية ثابت ده يعني ردا لسؤالك فوزية ثابت كانت أول صحفية يعني في 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 تشاد هي مشت في تدريب مع عثمان توادي سوا في أوكورا مع أن المنظمة بتنسي تدريب في فرنسا مشت هناك ده فوزية ثابت هسه كل عندها كونترا مع إيرفي بيشتغل هناك وعندنا مثلا البير اسومبي هو ده كان كاميروني بيشتغل معانا جاء في وقت انا بيير مابي وفضل قايد عندنا مرحوم رميتا تلا وانا قرباي ادم سالي بنفسي وعندنا لو اجيو نجيسي بسموه كان زمان اندرين جيسي هو كله توفى سلام لنفسه وبعدين عندنا جان ايف جينا عندنا بيانا فودا مكتواندي بشير مسايد صديقة تينا ابو لل هسا ايف تينا رقاب زي هنا ابو عندنا سالين غابا عندنا ساجانغان غارغيم دول سارين غبا ما ساجانغان غارغيم عندنا برنامج برياضي نسو هنا رياضة هنا كرة القدم في استاد اوكي ده كونكورد وبعدين في البرنامج بعرب ده عندنا هني قلت جبال محمد سالم مونغو ده الاول بيقدم نشرة بعرب انا الشات ومحمد بعد ده عندنا بكر صديق بولون بكري بولون هو كل مذيع كبير في بعرب وحليمة ساكن هي كل مذيع كبير في في وقت ذاك عندنا فاطمة هارون عندنا فاطمة درجي محمد شويب وأبكر هارون كما نسيت اسمه بكر هارون وموسى تيم كون ذكره وأزدلو بركة وألهبو الزبير
دول كل المذيعين المعروفين. مرة كان يعني وكد القدهني ده كان اشتغلوا ومعروفين. في العاشر من أكتوبر عام 1955 وضع مشروع تأسيس الإذاعة الوطنية التشادية، وبدأ في تشييد استوديو ومعدات أخرى بدار فرنسا الواقعة بالقرب من فندق شاري الذي أصبح الآن فندق ميريديان. في الأول من نوفمبر عام 1955 تم البث التجريبي في خلال ساعات محدودة، ومن ثم ازدادت أوقات البث تدريجيا. في العشرين من يناير عام 1956 أصبح للإذاعة جهاز بث مستقل عن البوصلة من نوع كولين، ويتواجد جهاز البث بجريديا بمبنى الأسكنا تحت إشراف هيئة التعاون الإذاعي. وبعيد الاستقلال في الحادي عشر من أغسطس عام 1960 صدر مرسوم رئاسي رقم 144 في العاشر من أغسطس عام 1963 ينظم عمل الإذاعة الرسمية التشادية. وفي نفس العام تم التوقيع على اتفاقية بين تشاد وفرنسا جعلت بموجبها الإذاعة الرسمية التشادية إذاعة وطنية، الأمر الذي جعلها مؤسسة عامة تحمل صبغة إنتاجية وتجارية تضم موظفين مدنيين ولها استقلالية مالية تتبع إداريا لرئاسة الجمهورية وتبث برامجها ونشراتها الإخبارية على مدى 81 ساعة أسبوعيا، وتسمع بجميع الأراضي الوطنية عبر اللغة الفرنسية والعربية الدارجية المحلية ولغة الساراء. ولم تكن في تشاد وزارة إعلام مستقلة عن رئاسة الجمهورية في تبعيتها الإدارية إلا في عام 1987. وفي عام 1963 نقلت استديوهات البث إلى حي سبنغالي أي مقرها الحالي، حينها يتم العمل عبر معدات آلية منها جهازي جيراردين والشولنبرجي. ده شرايط قدام في الراديو في الإذاعة الوطنية التشغيلية، وده شفت ده شريط ده الفولكلور. ده فولكلور عنده تقريبا كم 30 سنة قاعد في الأرشيف، وهسا نقلناه كله نقبله في السبور جديد، يعني ننميريزي الباند ده. الباند هسا ما عندنا آلات كده يعني يشتغل بالباند، هذا بس هسا قاعد نقوله نميريزي كله ونقبله من جديد. الناس بسمو فولكلور عادات وتقاليد أنا بلد الجيل الجديد ده ما بعرفه شيء ده كله، ولوم كلا خلينا كل طلب أماكن ده ما بنلقوه. ناس الله خنو أخاني دي لسه قاعدين في الشرايط ده حتى الجورناليست القديمين ده عم بكر دول ما بنلقوا اي صوت، وفي الارشيف كان شيء ما في ده ما بتقدر ترياليزي ذاته كله اي بي سي عم بكر عشان ده دول اللي هسه ده انا بنقولوا قلنا ندفوا الشرايط دي اللي بنقولوا الصوت ده كله في السيبور نيميريك ونقولوا من جديد في الراديو لناس بصمو فولكلور بتام بصمو أخاني ووليد أنا هلال وهسا في الراديو ما في عشان درس ده مصر.
في عام 2000 انتقلت الإذاعة الوطنية التشادية من استخدام المعدات الآلية إلى الرقمية عبر ذاكرة رقمية موحدة وأجهزة حاسوب موزعة في الاستديوهات والأقسام مرتبطة بشبكة موحدة. ومن ثم تم تغيير وضع الإذاعة الوطنية التشادية، فالإذاعة الوطنية التشادية التي أنشئت عبر مرسوم رئاسي رقم 101 في 17 من مايو عام 1965، وتتكون معداتها الفنية من جهاز بث مقدرته 4 كيلوات وموجة متوسطة و30 كيلوات موجة قصيرة، وصارت على هذا النهج حتى عام 1972 حينها زودت بجهاز بث مقدرته 100 كيلوات. فالإذاعة التشادية في بدايتها تبث برامجها باللغة الفرنسية فقط، أصبحت الآن تبث عبر 11 لغة إضافة إلى اللغتين الرسميتين للدولة هما العربية والفرنسية. أنا جيت في آخر 87 إلى بداية 88، الوقت ذاك أنا شيك جين ذهب أنا نسي كاتريم، وبعدين قلبي دور مرة تجي تشتغل شيء الناس ما نعرف كيف يرفو ونادوني وجيت. بعدين وقت اللي جيت خلاص بديت وقت ذاك فوق موسى أتيم، العابد حسين، التجاني صابون دول، يا مدينة يوسف، إليزابيل انقرستا، متى دانيال، مكة جبر، يعني الناس دول تعرف الناس عندهم مهبة للوطن من حسب عملهم، بالأخص موسى أتيم. موسى أتيم خدمه انت الإذاعة ما كملت باللغة العربية لغاية الساعة 8 لـ 9 ما يمشي بالمستحيل، يعني هو بيتابعك بس. خلاص بعدين أنا جيت في الاستشهد كده سبتها أيام، دربوني بيجوب لي كتكت أنا نشرة يسجلوا يودوا للمدير اسمه، بيجوب للبلاغات يسجلوا يودوا، خلاص طوالي شالوني في قسم البلاغات. وكدك بأنقدري أنا أبدري موسى شنو وجبري رحمة الله. ويوم الأحد نصو طلب المستمعين، الطلب المستمعين وكدك بـ20 بس في اليوم. أنا الأحد ده الإذاعة تدخل قريب 5-6 ألف تقريبا 10 ألف بسبب طلب المستمعين من قسم فرنسية وعرب وسارة. عندهم كارت في خاصة بقولها كارت بوستال، تكتب اسمك وخمسة أستار كمان تكتب أسماء الناس اللي تطلب لهم، بجي بشولي من هنا بمشي المستمعين بملو وبجي ما بقى لغاية مرات الكارت بتنقص للناس. بعدين خلاص بالكرياسون إلا FM تشوفهم جديدين، مرات نقروا ناسين ديالوجي فوق بقى حلو بزيادة، إنت تجري وده يجري ده يجري، نود الأغنية نهدو ليه زملنا، والله خدمة حلوة. وقت ذاك وقت ذاك قرص ما فيه، لكن تعرف الناس برود بخدمه بدور بيعلمه أستاذ. أي ما إنت تجي كان بأي دبلوم تعلم تعليم، لكن تعليمه يبقى شنو بنية صافية. تعرف إنت جيت في مكان الدوق أمان عشان تمشي رسميا، ده الشيء اللي خلانا أنين يعني أفكارنا ووصايا أنا والدينا كم معلمين علمونا العمل ده هما عند الإب. الأمل ده مسؤول منه عند الله كله، لأن اللقمة تأكلها دي واجب تمشي في طريقتها. ده اللي بخليك إنت إنك تنفتي وتخدم خدمة رسميا وتخاف ذاتها، تقول أنا ما نسي إرر. تعرف الإزاءة دي شيء يعني حركات بسيطة تجيب مصيبة، عشان ده كلمة تسلها، الكلام تقوله، الشيء الرأي تدي يكون رأي مفيد وما بيجيب لك مسألة وما بيتلف وطنك وما بيتلف شبحيتك. يعني البلاغات دي بكتوبة كلام صار تعرف نفس هسه الناس بهزبوا وكتبوا بكلام نصارى بعرب مثل عربين هجلك ده، لا مكتوب بنصارى البقروف اللي كون ده انت تجي كانت تترجم بلغتك، لغة الأرى، لغة أي لغة، هو مكتوب كله بفرنسي. بعدين تعرف سوين السنين ولنا يلنا كله بألم هم قالين بقر في الخارج ده أصب خديجة ما بقدر بكتبه خديجة، بكتبه خديجة. هل أنا نقول خديجة؟ لا، أنا نصاهي بلساني أصب قاليا أنا نصاهي بلساني عبد الصادق أنا نصاهي بلساني. كان تفكر ألم يال حتى في المدارس أستاذ، حتى في القرآن هم ما بلفصوا لفس، الطاب بجيبوه بسوالك تا، الثام تلا بسوالك سين، الصاد بسوالك سين، الأب سؤال خ، هل تقدر تقول قل هو الله أحد؟ لا، تقول قل هو الله أحد، لأن ده كله ألم بيجي ما فيه، ما نعرف المدرسين ما منتبهين، ما نعرف ده لسانه، ده كله خلينا نسوطه في أقلب. الله البلاغات زمان ما عندهم أي فرق بالبلاغات هسه إلا فقط فرقهم القرص. زمان شيء دال هسه كان شيء كبير، والبلاغات الناس زمان ما بأثروا مثل اليوم،
اليوم بلغ بس 200 نادم. قال الفرح بلغ لجميع اهل قريبين بايدين اروس طورين يلا انا ما في تنادي 100 ناس وبيقوا الشيا ما نعرف قروش ما في انا هنا نعرف زمن وقت البوبه قايت هنا مرت 80 كوميني كلوب بالمكان ده بيجوا 80 ورقه ينبلغ ونكملوا ومرت طبيب النية مفتوحة بنخدمه كان تريد السيئة الإنسان ما تخون نيتك في الريال خون نيتك في التعليم وفي مهبة الوطن وفي خدمتك. وفي العام 2006 صدر مرسوم الرئاسي تم بموجبه تأسيس الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وهي هيئة ضمت كل من الإذاعة الوطنية والتلفزيون الوطني في إدارة عامة واحدة وأصبحت الإذاعة الوطنية تدار من قبل إدارة الإذاعة الوطنية وإدارات فرعية للأخبار والبرامج والإنتاج والبث والإدارة الفنية الفرعية. بالتأكيد إذا لها دور كبير جدا في الضوء بصفة عامة وخاصة الرياضة. طبعا في القرن الماضي كان أساس الرياضة كان المستمعين كان بيستمع للتعليقات الرياضية عبر الإذاعة في العالم بصفة عامة. وإذا جينا في تشاد طبعا بدأنا كان برنامج الزاوية الرياضية حوالي التسعينات بنهاية القرن الماضي وكانت بداية طبعا كأي عمل إعلامي كان صعب جدا ولكن مع الاستمرار كانوا زملاء بينتجوا مواد رياضية مختلفة فبدأنا بحوالي كان برنامج 10 دقائق 15 دقيقة كان طبعا نلتقي بمسؤولي الرياضة بمختلف الفدراليات كرة القدم الطائرة السلة الجيدو إلى آخره طبعا الرياضة في بلدنا تحتاج إلى كثير والمستمع يحتاج إلى ما يقوم به مسؤولين في الرياضة على رأس وزارة الشباب والرياضة بدأنا في إنتاج البرنامج بلقاءات مثل ما كنت بلقاءات مع المسؤولين في مختلف الرياضيات مختلف الرياضة وأيضا كان الإشكالية في البداية كان مشكلة اللغة كان صعبة شوية لأن الأغلبية كان مسؤولين أغلبية المسؤولين كانوا يتحدثون الفرنسية لكن مع استمرار الإذاعة وإنتاج الإعلام بصفة عامة سواء كان الأخبار سواء كان البرامج الأخرى بدأ الناس تتكلم باللغة العربية المحلية وبدأت عملية بقت سلس وبقت ننتج برامج رياضية برنامج الزاوية الرياضية وفي الأخيرة طبعا الزميل حسبه أخذ الدورة ومستمر حتى الآن حقيقة كان صعب جدا كمان كان الإذاعة كان أنالوجية ويقولوا كان طبعا ما رغمي فكان صعب المونتاج كان بند كبير وكان تجي تستمع وتعاد تستمع وتقطع كان المقاس واللزقة كان صعب جدا في البداية لكن ما رغم ذلك كان في الروح والعمل كان روح عمل جماعي وكان تحدي حب للبرنامج حب للعمل الإعلامي كان يحل الإنسان إنه ما الظروف كان يعني عمل أفضل من إنتاج المريخ والإمكانيات اللي جت بعد ذلك فكان في البداية ممكن صعبة شوية لكن الإنتاج أفضل من الفترة الأخيرة ويعمل بالإذاعة 300 شخص كما أن للإذاعة الوطنية محطات فرعية بكل من مندو سار أبشي فيا آتيا فدا أدري أمتمان برداي بلتن بونغور بول دوبا غزبيضة كيلو كيابي بالا وموسورو تمثل الرياضة دور بارز في المجتمع التشادي بصفة عامة وبوجه الخصوص الرياضيين التشاديين فبرنامج الذوي الرياضية الذي يبث عبر الإذاعة الوطنية التشادية يستقطب أهم الأنشطة الرياضية سواء الجانب الوطني أو حتى التشاديين الذين هم في خارج تشاد فعبر الذوي الرياضية في 2017 قد غيرنا من آلية التواصل مع الجماهير حيث فتحنا مجموعة في الواتساب من حيث فتح المجال للتواصل مع الجمهور وكذلك صفحة في الفيسبوك ولازلنا نواصل في إيجاد آلية للتواصل مع المجتمع التشادي في سواء كان في داخل تشاد أو خارجي وحتى على مستوى الأقاليم هناك تواصل مع الإذاعات المحلية في نقل الأخبار الرياضية نعم وسائل التواصل الاجتماعي لها دور بارز في التواصل الاجتماعي ربما هي الآن لها أثر أكبر من الواقع المفترض اللي نحن ننظر إليه في وسائل التواصل الاجتماعي فالآن مثلا عن طريق الفيسبوك وكذلك الواتساب
يمكن تتلقى أخبار من الصعب أن تجدها في أرض الواقع الآن، مثلا في التنقل ما بين الأماكن الأخرى، فهي توفر الوقت وفي نفس الوقت يعني تمنحك فرصة لجمع المعلومات. فحتى يمكن عن طريق النت الآن نعتمد على الأخبار العالمية، سواء الدوريات الكبرى، سواء كان الدوري الإسباني وهو أكثر متابعة من قبل الجماهير التشادية، لا سيما فريقين ريال مدريد وبرشلونة، كذلك عن طريق الواتساب هناك تواصل كبير مع الجماهير. فالعدد الآن المتوفر في مجموعة الواتساب تجاوز 200 شخص، وأيضا في الفيسبوك هناك عدد كبيرة يتواصلون مع البرنامج، يعلقون عليه ويبدون آرائهم حول برنامج الزاوية الرياضية. وتبث بعض هذه المحطات الفرعية نشرات الأخبار من المحطة الرئيسية بأنجم مينا، كما أن لها برامجها ونشراتها المحلية، إضافة إلى أن هناك إذاعة FM 92.5 بالعاصمة، والتي تبث برامجها عبر موجة الFM، وتبث برامجها الموجهة إلى الشباب والنساء. ولمواكبة التطور واستهداف جمهور أوسع، تبث برامج الإذاعة الوطنية عبر القمر الصناعي نايل سات وعبر باقة كانال بلس.